زعيم كوريا الشمالية يمنع الضحك أو شرب الخمر لمدة 11 يوما. على مدار 11 يوما سيكون محظورا على مواطني كوريا الشمالية البالغ عددهم 25 مليون و 800 ألف إبداء أي من مظاهر الفرحة والترفيه بموجب قرارات عليا، وإلا فالسجن مصير المخالفين. يأتي ذلك احتراما للأجواء التي تمر بها الدولة، إذ تحل اليوم الذكرى 10 لوفاة الزعيم السابق كيم جونغ إيل حسب ما أفادت مصادر في البلاد للإذاعة آسيا الحرة. وينبغي للمواطنين خلال هذه الأيام إظهار الوقار والحزن وعدم الضحك أو الاحتفال بأعياد الميلاد أو أي مظاهر أخرى تعبر عن الفرحة والترفيه. وقال أحد السكان بمدينة سين ويجو الحدودية الشمالية الشرقية إنه خلال فترة الحداد يجب ألا نشرب الكحول أو نضحك أو ننخرط في أنشطة ترفيهية، كما أن شراء البقالة محظور أيضا في يوم الذكرى نفسه.